بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة يا شباب هنعرف من خلالها ازاي تحل مشكلة الصورة المقلوبة في شاشات ال LED. طبعا المشكلة دي ممكن تقابل اي حد وافكر انها مشكلة كبيرة، لكن في الحقيقة مشكلة حلها بسيط خالص. كل اللي عليك انك هتمسك الريموت وتضغط على منيو، بعد كده هتضغط على 11 4 7، هيفتح قائمة تانية خالص. هتيجي عند تاني اختيار من تحت بانل سيتنج وتضغط على اوكي. بعد كده هتيجي عند اختيار اسمه ميرور. كل اللي انت هتعمله انك بدل ما هي جنب كلمة ميرور اون هتخليها اوف. لاحظ معايا ان الشاشة اتعدلت معايا بمنتهى البساطة خالص، وتطلع من القائمة دي خالص، وزي ما حضراتكم شايفين ان الصورة رجعت. بس بتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وكمان اشترك في القناة. السلام عليكم.